جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته. جائزة الكويت الدولية. تابعونا يوميا عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت، ومع تغطية حية ومباشرة لفعاليات الجائزة من تاريخ 8 وحتى 15 من شهر نوفمبر لعام 2023 ميلادية. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. جائزة الكويت الدولية مع تحيات إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت.